ماري بنت لسه مخلصة المرحلة الإعدادية وهتتنقل للمرحلة الثانوية. بتحتفل مع صاحبتها يون لأن عيد ميلادها النهاردة، فيون بتسألها عملتي إيه في أول يوم ليكي في المدرسة. فناري بقى بتقعد تحكي لها إن هي كانت مبسوطة جدا لأنها خست، وكانت مفكرة إن خلاص مفيش حد هيتنمر عليها، وبرضه مفكرة إن الولاد بيبصوا عليها ومعجبين بقى، بس طلعوا بيبصوا ولكن على صاحبتها واللي اسمها يونا. وفي المدرسة بتقول يونا لناري أنا هستناكي نتغدى سوا النهاردة، وكان واضح كده إن ناري مش عايزة وما صدقت خلصت من يونا في اعدادي ومش عايزه تكلمها من تاني. بعدها بتروح ناري لفصلها وبتكون فرحانه جدا ان يونا مش معاها في نفس الفصل، وبتتعرف ساعتها على بنتين في الفصل وبيكونوا معجبين بيونا صاحبتها، وواضح كده انها مشهوره، وكمان واحده منهم معجبه بنفس الايدول اللي ناري بتحبه، وكان في ولد كده معاهم مفكر شكله احسن من الايدول، فاللي هو نام يا حبيبي مش ناقصين وجع دماغ. وبتروح ناري علشان تشتري بعدها حاجات من السوبر ماركت بتاع المدرسه، ولكن في بنت بتضايقها، بس ميرا صاحبه يونا بتيجي وبتكون يونا هي اللي بعتها علشان تاخد ناري تتغدى معاهم. وفعلا بتروح ناري علشان تتغدى معاهم، وبنتعرف هناك على بنت اسمها سوزي، ودي دايما كده جعانه ما بتشبعش، وبتكون ناري مخنوقه جدا من قعدتها مع يونا لان الطلبه دايما بيفكروها ماشيه وراها ودلدوله ليها وخلاص، فكانت ناري كده بتخبي نفسها علشان محدش يشوفها. وفي اخر اليوم الدراسي بتلاقي ناري هديه جايبها لها يونا بمناسبه عيد ميلادها، بس زميلها في الفصل بيوروا لها صورتها مع يونا، وكانت كل الكومنتات بتقول ان يونا قمر وبيشتموا فيها لان شكلها وحش، وكان كل زمايل ناري في الفصل بيضحكوا عليها. وكمان لما خرجت بره الفصل لقت شله ولاد بيقولوا عليها انها خدمت يونا وانها خست، بس برضو لسه شكلها وحش، ولكن يونا بتيجي في الوقت ده وبتزعق لهم، فبيكونوا خايفين جدا وبيعتذروا لناري وبيسيبوها ويمشوا. فبتشكر ناري وقتها يونا على مساعدتها ليها، بس يونا بتقول لها عيب عليك احنا اخوات، وبتاخدها بعد كده علشان تحتفل بعيد ميلادها معاها هي واصحابها الجداد. وطبعا سوزي قامت بالواجب وكان واضح جدا انها مش جعانه. وتاني يوم في المدرسة بتفاجئ ميرا ناري وبتكون جايبة لها الايدول اللي هي بتحبه لانه بيكون صاحبها، علشان كده ناري من كتر الصدمة تقريبا كده فقدت التنفس، وطول ما هي واقفة مع الايدول ده كانت بتعاكس فيه بالرغم انها كانت مكسوفة برضه. ولما راحت ناري بعد كده للفصل جت يونا وجابت لها هدية، وهي البرفان اللي ناري كانت بتنشره على طول على الانستجرام وكان نفسها تشتريه، بيفهموا يعني التلميحات، امال مال صحابي. المهم بعدها بيحاول صحاب ناري ان هم يتعرفوا على يونا، ولكن يونا مش بتوافق وبتسيبهم وبتمشي، بس البنت اللي اسمها يون دي بقى بتروح علشان تتغدى معاهم وتقعد معاهم كده وترشق وخلاص، علشان كده يونا بتتعصب وبتقول لها بطلي رغي. ولما بتحاول ناري تهدي يونا بتقول لها يونا هو انت معايا ولا معاها، فبتقول لها ناري انا مش مع حد، فبتزعل يونا وبتسيبهم وتمشي. فبتروح ناري بعد كده علشان تحكي ليونا اللي حصل، وبيكون في اتنين من نفس الفصل بتاع ناري وبيحاولوا ان هم يتبردوا عليها، ولكن ميرا بتزعق لهم وبتطردهم. ولما بتروح ناري للمعمل بترفض سو صاحبتها يقعدوها معاهم، وبيكون البنتين اللي ميرا زعق قالت لهم مش طايقين ناري، بس كيم بيعرض عليها تروح تقعد معاه، ففعلا بتروح تقعد وبتكون زعلانه لانها مش عايزه التنمر اللي كان بيحصل لها في المدرسه الاعداديه يحصل لها من تاني دلوقتي. وبعد ما بيخلصوا بتروح ناري علشان تقعد مع ميرا، وكمان بتكون قاعده معاهم سوزي، وبيجي الايدول المشهور علشان يقعد معاهم، فناري بتفقد التنفس مره تانيه. وبعدها بتروح ناري للفصل وبتلاقي يونا قاعده مع صحابها وبتتنمر على واحده فيهم لانها عامله عمليات تجميل، وكمان بتعاملها يونا على اساس انها الخدامه بتاعتها، فبتطلب ناري تتكلم معاها وبتقول لها ما تتعامليش مع صحابي بالغرور ده لان ده هيخليهم يبعدوا عني وكمان مش هيحبوكي، بس يونا بتقول لها مش مهم انت اهم حاجه بالنسبه لي. وتاني يوم بتنصح بيول ناري انها ما تقربش من سون لانها خطفت رجاله وخطفت حبيب بيول في الاعدادي، وما بتكونش ناري مصدقها الصراحه، بس اول ما بتشوف سون مع ولد اسمه جون بتصدقها. وتاني يوم بتروح ناري تقدم على كل الانشطه اللي موجوده في مدرستها، ولكنها ما بتتقبلش في ولا واحد فيهم على عكس زمايلها اللي بيتقبلوا على طول، وده لان شكلهم حلو طبعا. فبتزعل جدا في الوقت ده وبتروح علشان تقعد مع كيم، ولكن جون بيجي وبيتعرف عليها وبيطلب رقم موبايلها وفعلا بتديهوله، وبيقول لها جون وقتها انها جميله جدا، فبيكون كيم زعلان من كلام جون وحاسس بالغيره عليها. وتاني يوم بقى لما بتكون ناري قاعده مع يونا بيجي جون ده وبيدي هديه لناري وبيطلب ان هو يخرج معاها، فبتكون ناري فرحانه جدا ومفكره انه معجب بيها، وكانت طول ما هي قاعده في المدرسه بتتكلم معاه وبيتفقوا ان هما يخرجوا سوا بالرغم من اصحابها حاولوا ان هما يمنعوها، وخصوصا كيم، وقالوا لها ان هو بيتسلى بيها مش اكتر، ولكن طبعا ما صدقتهمش لغايه ما خرجوا سوا وكانت مبسوطه جدا. بس لاحظت بقى ان كل كلام جون عن سون ده حتى طلب من ناري انها تعرفه عليها، فبتتصدم ناري وبتساله لو كان خارج معاها علشان صاحبتها ولا لا، فبيقول لها انه فعلا جاي يقابلها علشان عايزها تعرفه عليها، فبتتعصب جدا وبتقول له يمشي، وهو فعلا بيخاف منها وبيسيبها ويمشي. وبتروح بعد كده ناري بقى علشان تصيح وتعيط مع صحابها
وبيحاولوا ان هم يهدوها، فبتقول لها ميرا ما انا قلت لك من الاول انه بيتسلى بيكي، ولما بيعرف كيم اللي حصل بيضحك عليها قوي، ولكنه بيكون جايب لها خاتم هديه وبيعترف لها بحبه وانه معجب بيها، فبتكون فرحانه جدا، بس بتقرر المره دي مش هترد عليه بسرعه. تاني يوم بقى في المدرسه بيتفاجئ كل الطلاب في الفصل، وده لما بيجيب جون واردلسون وبيقرر يعترف لها بحبه، ولكنها بتقول له انها مش بتحبه وبترفضه قدام الفصل كله. علشان كده هو بيكون متعصب جدا وزعلان، وبيقول لها ان هو هيدفعها تمن رفضها ليه. علشان كده بعدها بينتشر اشاعات في المدرسه ان سون لما كانت في ابتدائي سرقت حبيب زميلتها وفرقت بينهم كمان، وعلشان كده بتسالها يونا اذا كانت الاشاعات دي حقيقيه ولا لا. فبتبدا بقى ساعتها سون تحكي لهم القصه، وانها لما كانت في ابتدائي كان شكلها وحش جدا، وكان كل الطلاب مش بيرضوا ان هم يصاحبوها ما عدا بنت اسمها يون كانت صاحبتها وبتحبها. وكبرت بعد كده سون ودخلت المدرسه الاعداديه، وبقى شكلها حلو نوعا ما، وكل الولاد بقوا معجبين بيها، وكانت يون وقتها مرتبطه بواحد زميلها، بس الولد ده قال لسون قبل كده انها جميله وكان عايز ياخد رقمها، بس هي رفضت. ولكن بعد كده لما كانت سون في الفصل لقيته بيبعت لها رسائل، فعلى طول راحت قالت ليون ان هو بيبعت لها، فطلبت منها يون ما تردش عليه، وفعلا سون حذفت الشات بتاعه، بس بالليل لقيته جاي لها ومعاه هديه ليها وبيطلب منها ان هما يرتبطوا، ولكن هي رفضته بحجه ان هو بيحب يون ومرتبط. فالولد على طول بيكلم يون وبينفصل عنها، فبتنهار يون من العياط. فبتقول وقتها يون لسون ان هي السبب في اللي حصل، ولكن بتفهمها انها رفضته، بس طبعا يون ما صدقتهاش، وبتقول لها انا كنت صاحبتك لما ما كانش ليكي صحاب، وعموما شكرا على رد الجميل. فبتطلب يونا من سون ان هي تواجه يون من تاني، والا مش هتبقى صاحبتهم. ففعلا بتروح لها وبتقول لها انا ما خطفتش حبيبك منك لانكوا اصلا ما كنتوش لسه ارتبطتوا. فبتسالها يون لو كان معاها دليل، فبتدخل وقتها ناري ومعاها يونا اللي بتكون هترن على الولد ده وتساله، فبتخاف يون انه يقول لهم انهم مرتبطوش، وبتعترف بالحقيقه على طول. وبكده بتنتهي الاشاعات، وبيروح بقى شله الصحاب كلهم علشان يحتفلوا سوا. وتاني يوم بقى بتقول يونا لناري انها مش عايزه تخرج مع ميرا او سون دول تاني، وخصوصا سون بعد اللي حصل. فبتعرض على ناري ان هم يذاكروا سوا علشان الامتحان اللي عندهم، بس من غير ما يقولوا لميرا او سون، وفعلا بتوافق ناري وبيتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه. ولكن لما بتقابل ناري ميرا بتحكي لها على اللي حصل، وبتقول لها انها عايزه خطه علشان تقرب يونا صاحبتها وسون من بعض. فبتعرض عليها ميرا ان هي تخلي سون هي اللي تروح تقابل يونا مكانها وتذاكر معاها، ففعلا بتروح سون لهناك، وما بتكونش يونا حابه تذاكر معاها الصراحه. فبترن على ناري على طول تسالها هي ليه عملت كده، ولكن ناري مش بترد، فبتضطر يونا تذاكر وخلاص. ووقت المذاكره ما بتكونش يون مركزه، فبتسالها يونا هي عايزه تدخل كليه ايه، فبتقول لها سون ان الجامعه مش حلمي الاساسي اصلا، وان كان حلمي الاساسي اني الاقي صحاب كويسين زيكم. فبتحس يونا ان سون شخصيه كويسه وطيبه، وكانت ميرا مع ناري وقتها وبتقول لها انها مبسوطه انها لقيت صحاب زيهم ما بيبصوش على المظاهر، لان كان كل البنات بتقرب لميرا لانها شغاله ايدول وكده. وبيجي في الوقت ده سون ويونا علشان يقعدوا مع ميرا وناري، وبيقضوا كلهم اليوم سوا، وبيكونوا وقتها مبسوطين جدا. وتاني يوم كده بيكون في بنت اسمها جين وصاحبتها بيشوفوا ميرا وهي واقفه مع ولدين سمعتهم مش كويسه، فبيصوروها وبيقرروا ان هم ينشروا الصور دي على النت. ولما الصور دي انتشرت بدا الطلاب في المدرسه انهم يبصوا لميرا بطريقه مش كويسه، فبتروح وقتها علشان تسال جين عملت كده ليه، فبيكون واضح ان جين منفسنا منها قوي، وبتقول لها ان مفيش حد في المدرسه بيحبها، وفعلا الطلبه بيتجنبوها ومش بيدافعوا عنها، وبيكونوا كلهم متغاظين لان المدرسه عدلت قوانينها وسمحت لميرا انها تصبغ شعرها. فبتنعزل ميرا عن الناس وبتقعد في اوضتها وبتكون زعلانه جدا من اللي حصل، ومش بترد على حد من صحابها حتى الا جونج، بترد وبتروح كمان علشان تقابله. فبيقول لها ان هو وكاله الترفيه اللي هم ماضيين معاها نزلوا تكذيب للاخبار دي على صفحتهم الرسميه، وبيوصل صحاب ميرا في الوقت ده وبيقولوا انهم كانوا قلقانين عليها جدا، وبيطلبوا منها ترجع للمدرسه وما تفكرش في الاشاعات الهبله دي، وان هم هيفضلوا جنبها مهما حصل. فبتفرح ميرا انها عندها صحاب زيهم، وبسبب التكذيب اللي جونج نزله على صفحته جه الطلاب كلهم علشان يتأسفوا لميرا، وبدأوا يسألوها عن علاقتها بجونج لأنه مشهور جدا. وجت جين هي كمان وقتها واعتذرت لميرا، وكان واضح إن ميرا فرحانة جدا بسبب اللي حصل. وتاني يوم بقى بيقابلها جونج وبيكون جايب لها هدية، وبيقرر إن هو يعترف لها بحبه، فبتكون فرحانة جدا وفي نفس الوقت مكسوفة، فبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده كان كيم هو كمان مش قادر يستحمل، وبيقرر إن هو يعترف لناري بحبه من تاني، فقالت له ناري إنها كمان بتحبه، ولكنها أول لما قالت ناري ليونا كانت زعلانة جدا، لا وكمان يونا طلبت منها إنها ما تقابل
تقابلش كيم ده إلا لما تستأذنها، ولأن ناري شخصيتها ضعيفة قدام يونا وافقت عادي، ولكن بعد كذا يوم قررت ناري إن هي تخرج معاه عادي من غير ما تقول لها، بس يونا في الوقت ده شافتهم وروحت علشان تقعد معاهم، وكان واضح إنها مخنوقة منهم، وكانت يونا بتخرج معاهم طول الوقت وبتحاول إنها تبعد كيم عن ناري، وده اللي زعل ناري جدا لأنها مش بتعرف تقعد مع كيم لوحدهم، حتى لما كانت بتحاول إنها تكلمه كانت يونا بتاخد منها التليفون. وفي يوم قررت يونا إنها تخير ناري بينها وبين حبيبها كيم، فاختارت ناري يونا، وجي بعد كده مسابقة المدرسة وقدرت سون إنها تكسب ولد في لعبة الريست، ولاحظت ناري إن كيم مهتم بيونا بس حاولت إنها تكذب نفسها، وكانوا بيتفرجوا على يونا وهي بتتسابق، بس لما وقعت كيم اتخض عليها جدا، فبدأت ناري تشك إن هو بيحب صاحبتها، بس بعد كده لما كانت راجعة لبيتها شافت كيم بيعترف ليونا بحبه، فساعتها اتأكدت. وللأسف وقتها بنعرف إن هو ما كانش بيحب ناري، كان بيحب صاحبتها وبس، وكمان بنعرف إن هو كان عنده أخ، وإن كيم شخصيته ضعيفة قصاده، وأخوه كان بيستهزأ بيه، بس أول لما أخو كيم عرف إن هو مصاحب يونا وبيخرج معاها، بدأ إن هو يحترمه، علشان كده كيم كان بيستغل ناري علشان يوصل ليونا، ولما اعترف ليونا بحبه زمان، قالت له إن هو لو مش حبيب ناري ما كانتش كلمته أصلاً، ولما بتشوفهم ناري بيقول لها كيم إنها وحشة وإنه ما بيحبهاش، فبتضربه يونا بالقلم وبتقول له إنها مش عايزة تشوف وشه ده تاني، وبتاخد ناري بعد كده وبتحاول تهديها، ولكن ناري بتقول لها إحنا مش هينفع نبقى أصحاب تاني، وده لأن يونا بتاخد كل حاجة نفسها فيها، وبتطلب منها ناري ما تكلمهاش بعد كده، وبتسيبها وتمشي. وفعلا تاني يوم لما بتكون يونا في المدرسة بتعمل نفسها إنها مش عارفة ناري وبتتجاهلها، ولكن البنت اللي اسمها يون دي بتخلي كل أصحابها يتنمروا على ناري، وده بيخلي ناري تفقد الثقة في نفسها، وبترجع للبيت بعد كده وبتبقى زعلانة وبتقعد تعيط، ولكن تاني يوم بيجي لها ميرا وسون علشان يقعدوا معاها، وبيقولوا لها إن هم هيفضلوا جنبها على طول مهما حصل. فناري بعدها بتقرر إنها تقرب من صحابها وتخليهم يرجعوا يحبوها مرة تانية، وفعلا ده بيحصل، وجزء منهم بيرجعوا صحابها مرة تانية، فبتقعد ناري معهم على طول في الفصل، وده بيكون مزعل يون جدا، اللي بدأت إنها تطلب من مجموعة من صحابها إن هم ما يتكلموش مع ناري تاني، فبتقرر ناري إنها تواجهها بحقيقتها وبتقول لها إنها شخصيتها وحشة جدا، فبتتحرج يون قدام زمايلها وبتسيب الفصل وبتمشي، وده بيخلي كل صحاب ناري إنهم يرجعوا لها من تاني. وفي الوقت ده بتكون يونا حاسة بالوحدة قوي وإنها ظلمت ناري، وبتحاول إنها ترن عليها وتصالحها، بس ناري بتكون زعلانة وما بتردش عليها أصلا، وساعتها بتفتكر يونا هي اتعرفت على ناري إزاي، وده لما كانوا سوا في ابتدائي، وكانت حاسة بالوحدة لأن باباها ومامتها انفصلوا، فبدأت إنها تقرب من ناري وكانوا صحاب جدا. ولكن بعد كده في المدرسة الإعدادية ناري كانت قربت من بنت تانية اسمها يانج، ولما يونا شافتهم واقفين سوا كانت مخنوقة من يانج جدا، وبعد كده طلبت من ناري تختار يا إما هي يا إما صاحبتها دي، وفعلا ناري بعدت عن صاحبتها دي علشان خاطر يونا وبس. ولما ناري كانت قاعدة مع يانج في مرة قامت تعمل حاجة ونسيت تليفونها، وكانت يونا بتدعيها علشان تيجي عيد ميلادها بكرة، ولكن يانج مسحت الرسائل بسرعة، وكانت يونا متضايقة لأنها مستنية ناري تيجي لعيد ميلاد ولكن ما جتش، بس يانج بعدها هي اللي بتيجي وبتعير يونا بأن ما عندهاش أب، وبتقول إن ناري هي اللي قالت لها كده. وتاني يوم بتحاول ناري تسأل يونا هي ليه ما قالت لهاش على عيد ميلادها أصلا، فيونا بتتجاهلها وبتمشي، وبتكتشف يونا بعدها إن ناري ما قالتش حاجة، وإن بنت في المدرسة هي اللي سمعت الكلام ده من مكتب المديرة بالغلط، وراحت بقى سيحت لباقي الطلبة وعرفتهم الوضع، وكانت يونا نفسها تصالح ناري وقتها، بس خافت إنها ترفض تصالحها، ففضلت زعلانة وخلاص في أوضتها وبتعيط، واتقطعت علاقتها مع ناري لغاية ما خلصوا الإعدادية، ورفضت يونا وقتها تروح حفلة التخرج بتاعتها، ولكن بعد نصيحة مامتها ليها قررت إن هي تصالح ناري، وقابلتها في أول يوم ليها في المدرسة الثانوية، بس هما دلوقتي أهو بعدوا برضو عن بعض بسبب موضوع كيم، وبتسأل يونا وقتها سون إذا كان في طريقة تصالح بيها صاحبتها ولا لأ، فبتقول لها سون إنها تفكر في حاجة تكون ناري بتتمناها وتعملها لها. فتاني يوم بتسأل ناري ميرا هو ليه جونج كده مختفي بقاله فترة، فبتقول لها إنه بعيد عنها بقاله فترة كده وقرب من بنت اسمها سومي، وبتقول لهم إن جونج كمان بيحضر علشان يحضر حفلة المدرسة مع سومي، فصعبت على ناري قوي وسون اللي بدأوا إن هم يساعدوها، وده علشان تبان جميلة في الحفلة وترجع لجونج مرة تانية. وفي يوم الحفلة بتشوف ميرا جونج مع سومي فعلا، فبتكون متضايقة جدا. وفي الحفلة بيجي ميعاد الفقرة الغنائية اللي بدأت يونا إنها تغني فيها، وبدأت تغني أغنية عن الصداقة، وبالرغم من صوتها كان بشع إلا إن ناري كانت متأثرة جدا لأن دي أغنيتها المفضلة. وبعد ما خلصت يونا طلبت من ناري إنهم يرجعوا صحاب من تاني، وفعلا رجع الصحاب لبعض مرة تانية، ولكنهم لاحظوا إن ميرا قاعدة زعلانة، ولما حاولوا إنهم يتكلموا معاها ويعرفوا مالها لقوا جونج جاي وطلب إنه يتكلم معاها، وبيقول لها تعرفي أنا ليه باجي المدرسة كل يوم، فبتقول له علشاني، فبيقول لها لا طبعا عشان الغياب يا غبية، بس لا يعني هو بيعترف لها بحبه برضه، وهي بتعمل حاجات كده ملناش دعوة بيها احنا في رمضان.
وبعد كده في المدرسة بتبدأ إيون أخيراً تحس إن تنمرها على ناري كان غلط، وده بعد ما كان كل صحابها في المدرسة بيقعدوا سوا وما كانش حد راضي يقعد معاها، فتعصبت عليهم جداً وشتمتهم وسبت الفصل ومشيت. وبعد المدرسة بقى بيقعد الصحاب سوا كلهم، وبيجي كمان جونجي عاكس ميرا وبيطلبوا منه إن هو يصورهم، وفعلاً بدأ إن هو يصورهم. وبعد ما خلص تصويرهم كان واضح جداً إنه بيحب ميرا قوي. وفي المدرسة بقى بيجي مجموعة طلاب وبيطلبوا من ناري إنها تروح معاهم، وده علشان تبلغ عن يون إن هي متنمرة، ولكن ناري بترفض ده وبتكون يون سمعاها. ففي الفصل بعد كده بتلاقي ناري ان يون جاية تعتذر لها بسبب تنمرها عليها، فناري بتقول لها انا مش زعلانة منك، بس حاولي انك تغيري من نفسك وتكسبي صحاب حقيقيين، لان دول هم اللي هيفضلوا معاكي. وبيتجمع بقى البنات في بيت يونا وقتها، وبيتكلموا عن ان هم هيدخلوا اقسام السنة الجاية، فبتقرر سون ان هي تقدم على وظيفة علشان تساعد اهلها لانهم فقراء جدا، اما ميرا فهتسيب التعليم وهتركز على شغل الايدول، ويونا بقى هتدخل قسم العلوم. فبتزعل ناري انهم كلهم كده هيفترقوا عن بعض، وبالليل لما بيروحوا علشان يناموا بتطلب ناري من يونا انهم يفضلوا صحاب حتى بعد ما يدخلوا اقسام مختلفه. فبتعيط يونا وبتقول لها ده اكيد هيحصل وانا مش هبعد عنك ابدا. وبتكون يون في الوقت ده منهاره من العياط لان كل صحابها بعدوا عنها ومش لاقيه اي صحاب حواليها. ولما بيجي بقى يوم اعلان النتيجه بنعرف ان ميرا وسون وناري هيدخلوا نفس القسم، اما يونا فتدخل قسم تاني. فكانت زعلانه شويه لان ناري مش هتبقى معاها، بس بيقوموا بعد كده كلهم علشان يحتفلوا سوا، وكانوا فرحانين جدا. وفي اول يوم في المدرسه بيروحوا كلهم سوا، لا وكمان بيكونوا كلهم في نفس الفصل. طبعا المسلسل ده طبعا خيال علمي علشان عمري ما كنت في فصل واحد انا واصحابي. المهم انهم اختاروا يقعدوا كلهم جنب بعض في اروق مكان في الفصل، طبعا جنب الشباك، ولكنهم بعد كده بيخرجوا من الفصل جايين يرجعوا لقوا طالب اسمه تشان قاعد مكانهم. فبتطلب منه ناري يقوم لانهم حاجزين المكان ده قبله، وفعلا بينادي عليه مجموعه من صحابه علشان يروح يقعد معاهم، بس هو بقى علشان غتت بيقول لهم لا انا عجبني المكان جدا. وفي اول حصه في المدرسه بتسالهم المدرسه كلهم مين هيكون رئيس الفصل، فبتختار ميرا ناري، وبيكون كل الطلاب موافقين عليها، وده خلى طبعا على ناري مسؤوليات اضافيه زي ان هي بتساعد اي حد محتاج لها من الطلاب، لدرجة ان هي اللي كانت بترمي الزبالة بتاعت الفصل كله وبتمسح كمان السبورة على طول. بس في الوقت ده سمعت ناري صوت جاي من الفصل اللي فوقهم، وده بسبب الفتحة اللي في السقف، وطبعا لان ناري رئيسة الفصل فطلب كل الطلاب منها انها تروح تتكلم مع رئيس الفصل اللي فوق. ففعلا بتروح ناري وبتاخد ميرا معاها، وبيكون فعلا الفصل اللي فوق قاعدين يلعبوا وعاملين دوشة كبيرة جدا، وبيكون كون هو رئيس الفصل بتاعهم. واول ما ناري بتشوفه بيكون واضح اعجابها بيه، وعلشان كده مش بتعرف تتكلم في الاول، ولكنها بعدين بتقوله على مشكلة، وبيطلب كون من زمايله فعلا يهدوا، وبيوعدها انهم مش هيعملوا صوت تاني. ولما بتنزل ناري بتكون فرحانة هي وكل طلاب فصلها، لانهم مفكرين ان كده خلاص الصوت هيختفي ومش هيسمعوه من تاني، بس طبعا بيرجع طلاب الفصل اللي فوق يعملوا دوشة من تاني. علشان كده بيقرر طلاب الفصل ما يسكتوش على اللي بيحصل، وبتبدأ ناري انها توزع عليهم مقشات يخبطوا بيها السقف ويعملوا دوشة هما كمان لطلاب الفصل اللي فوق، وبرضه طلاب الفصل اللي فوق ما سكتوش عليهم وبدأوا يعملوا دوشة هما كمان، لدرجة ان الفصلين اتعصبوا جدا من بعض وبدأوا يتخانقوا مع بعض وقت الغدا. ولما رجعت ناري للفصل لقيت الفصل اللي فوق منزلين ورقة مكتوب عليها ان الحرب بدأت والشاطر اللي يستحمل اكتر، بس خرجت ناري بعد كده مع صحابها ولا هممها، وشافت كون هناك وكان واضح العند اللي بينهم. وفي الوقت ده الفصل اللي فوق نزلوا فلوس من الفاتحة، ولما حاولت بنت انها تنط وتجيبهم وقعت على الارض، فهم نزلوا تليفون وقتها وصوروها وروحوا طابعين صورتها ونشروها في المدرسة كلها، وكتبوا عليها ان الفصل ده مادي حقير وبيجري ورا الفلوس. وتاني مرة لما جم ينزلوا الفلوس ناري راحت جايبة كرسي وحطيته على الأرض وجريت بعد كده وطارت من على الكرسي ده وقدرت انها تجيب الفلوس، فكان كل الطلاب فرحانين بيها جدا. بس بيجي بعد كده كونو بيطلب من ناري انها ترجع الفلوس دي لان فصلهم كان مجمع الفلوس علشان يشتروا بيها زينة، فناري بتقوله يعني انتوا تصوروا صاحبتي وتفضحوها وعاوزيني كمان ارجع لكم الفلوس. وهنا بنعرف ان صحاب كون هم اللي عملوا كده، اما هو فما كانش يعرف اصلا علشان كده بيعتذر لها على طول. ففعلا ناري بتقبل اعتذاره وبياخد كون صحابه وبيمشوا. فوقتها بيكون فصل ناري فرحانين جدا بانهم خلوا الفصل التاني يعتذر لهم، وكمان بيزعق كون لصحابه بسبب اللي عملوه وبيقول لهم يعقلوا شويه. وبعد ما بيخلصوا المدرسه بيروحوا لفصل يونا علشان كانت قايله لهم انها تستناهم فيه ولكنها ما جاتش، بس كانت مجهزه لهم الفصل بكل حاجه، وكانت سايبه لهم كمان جواب مكتوب فيه انها عندها حصص كتير، بس الباب بيخبط
غلط، فبتجري ناري لأنها بتفكر يونا هي اللي جت، بس بتتكعبل وبتقع في حضن تشان، ولكنها بتبعد عنه بسرعة وبتعتذر له بعد كده وبتطلب منه يجي يقعد معاهم. ففعلا بيقعدوا سوا وبيتفقوا ان ده هيكون مكان الغدا بتاعهم كل يوم. وتاني يوم بقى في الفصل بتشوف ناري بنت اسمها ريم، ودي كانت قريبتهم بس عايشة في أمريكا، ولما بتخرج ناري علشان تتكلم معاها بتطلب منها ريم انها ما تعرفش أي حد انهم قرايب، وده لأن عيلة ناري فقيرة سيكا. فبتتضايق طبعا ناري من كلامها، بس بعدين بتطنشها وبتاخد سون وميرا معاها لبيتها، وبيعرض أهل ناري على سون انها تشتغل معاهم بحيث انها تساعد أهلها لأنهم فقراء برضو. فبتكون سون فرحانة جدا وفعلا بدأت انها تشتغل، ولأنها جميلة كان كل الناس بيشتروا منها. وتاني يوم في المدرسة بتقول ناري لسون ان بسببها مبيعات المتجر بتاع أهلها زادت لثلاث أضعاف، فبيجي واحد زميل ناري وبيدي لها هدية وبيطلب منها انها تديها لواحدة زميلتهم اسمها يانج، وده بقى لأنه تخين وخايف. لا خايف ايه، ده متأكد انها مش هتوافق عليه، انتوا عارفين الكوريين بقى. فناري بتكون عايزة يديها لها بنفسه ويسترجل كده، ولكنه بيصعب عليها فبتروح تديها لها وخلاص، بس يانج بتاخدها ترميها في الزبالة وبتقول انها مش بتقبل هدايا من اي حد. وبيكون كون واقف في الوقت ده وبيصعب صاحب الهدية على ناري، علشان كده بتاخد الهدية وبتمسحها بالتيشيرت بتاعها، فبيشوفها كون وبيطلب ان هو يغسل لها التيشيرت بتاعها، وفعلا بيروحوا سوا لأوضة الغسيل وبيدي كون التيشيرت بتاعه لناري، وبيقول لها ان لو كان حد كان جاب له هدية قبل كده عمره ما كان هيرميها زي ما يانج عملت. فبتحس ناري ان هو شخص طيب او عايز هدية منها ايوم اقرب، بس المهم انها مش هتكلف نفسها لان جم سون وميرا وبيكونوا زعلانين جدا لانهم قاعدين لوحدهم، وبيطلبوا من كون انهم ما يسيبهم اصلا ويمشي. وتاني يوم في الفصل بيطلب المدرس منهم انهم يعملوا فيديو ترويجي للمدرسة بتاعتهم، وبيقسمهم لمجموعتين وبيحط ناري مع ريم قريبتها. فبتكون ناري متضايقة ومش عايزة تكون مع ريم بسبب الكلام اللي قالته لها قبل كده، وكانت ميرا خايفة ان علاقتها وقتها تبوظ مع جون، وده لان بعد ما الالبوم بتاعه اتشهر جدا بدأ البنات يتكلموا عن ان هو مرتبط وبيروح علشان يقابل حبيبته بالليل. فكانت ميرا سمعاهم في الوقت ده وراحت علشان تقابله، ولكنه قال لها ان هو ما يعرفش بنات غيرها اصلا، بس في حد في الوقت ده صورهم ونشر الصوره. فميرا كانت خايفه لانها كده هتسبب له مشاكل، ولكن ناري وصحابها قالوا لها ان هم لازم يعرفوا مين اللي صورهم اصلا. ولما قابلت ميرا جون طلبت منه ان هم ينفصلوا، لانها لو فضلت معاه ده هيدمر شعبيته كايدول مشهور. وبنشوف في الوقت ده كون كان رايح علشان يشتري حاجه، ولكنه اتفاجئ ان ناري هي اللي بتبيع له، لان المخبز ده بتاع باباها. فقعدوا علشان يتكلموا سوا، وقال لها كون ان هو اصلا بيجي يشتري على طول من هنا. وفي الوقت ده جه جون كمان وقعد معاهم لانه كان عايز ناري تطلب من ميرا انها ما تنفصلش عنه. فناري بدات تحكي له عن قد ايه ميرا بتحبه، فقرر جون ان هو يروح لها يصالحها. ولكن في الوقت ده كانت ميرا اكتشفت ان صاحبتها هي اللي صورتها مع جون، وبداوا يتخانقوا سوا هما الاثنين، وصاحبتها عملت كده طبعا لانها معجبه بيه. ولما بيوصل جون في الوقت ده بيشوف البنت دي رافعه سكينه على ميرا، فبيكون طبعا خايف عليها وبيمسك السكينه بايده وبتعوره، بس بيخرج بعد كده مع ميرا اللي بتعالج له جروحه وبيقول لها ان هو خلاص قرر انه يعلن ارتباطهم بشكل رسمي، فبتكون فرحانه جدا. وتاني يوم في المدرسه بدا كل صحاب يونا ان هم يتكلموا عليها، وده لان نتيجه امتحان الرياضيات ظهرت وجابت صفر، تقريبا كان لازم تدخل ادبي معاهم. بس بعد كده المدرسه دخلت وقالت لهم ان في حد بدل ورقته مع يونا بالقصد. وبالليل بتقول يونا لناري انها شاكه ان رئيسه الفصل بتاعهم هي اللي سرقت ورقتها، ولكن تاني يوم بتجيلها بنت غريبه كده وبتقول لها انا لقيت ورقتك مرميه في الزباله، فخديها بقى وديها للمدرسة علشان تصحح درجتك. فبدأت يونا تشك ان هي اللي عملت كده، وبدأت برضو رئيسة الفصل تزعق للبنت دي لانها سرقت ورقة يونا، بس يونا بتقول لرئيسة الفصل ان انتي اللي سرقتي ورقتي لانك كنتي قاعدة قدامي، انما البنت دي ما كانتش قاعدة جنبي اصلا. ففعلا رئيسة الفصل دي كان باين عليها قد ايه انها بتكره يونا، ولما بتنحرج وما بتعرفش ترد كده عليها بتسيب الفصل وتمشي. وتاني يوم بقى بتكون ريم وكون بيصوروا الفيديو للمدرسة طالبة منهم، ولكن ناري اول لما بتشوفهم مع بعض بتحس بالغيرة وبتسيبهم وبتمشي، ولكن كون بيروح وراها بس هي بتتخض وبتكون هتقع على الارض، ولكنه طبعا بيقدر ان هو يلحقها البطل بقى. وبنشوف في الوقت ده تشان في بيته وكان رافض انه يخرج في رحله مع اهله، علشان كده قررت مامته انها تعاقبه ومنعت عنه المصروف، لا وكمان لدرجه ان هي خدت الهدوم بتاعته، علشان كده كانت تشان مخنوق وخرج ان هو يتمشى في الشارع، ولكن الجو بدا يمطر. فبتكون ناري راجعه في الوقت ده للبيت بتاعها فبتشوفه وبتروح بسرعه توقفه معاها تحت الشمسيه بتاعتها، وبتحاول ان هي تنشف هدومه كمان. وتاني يوم في المدرسه بتكون ناري واقفه مع كون، ولكن تشان بيجي لها وبيدي لها الجاكيت بتاعه وبيقول لها ان الجو هيكون برد النهارده، وبيطلب منها تفضل لابسه الجاكيت وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده كان كون حاسس بالغيره طبعا، فبيخلع الجاكيت بتاعه علشان ناري تلبسه مكان جاكيت تشان، بس هي بترفض وبتقول له معلش سوري تشان هو اللي ادها الجاكيت الاول، وبتسيبه وبتمشي.
وبتروح بعد كده للمكان اللي هيتجمعوا فيه علشان يصوروا فيديوهات المدرسة، وهناك بتقول لها ريما أنا عارفة أنك معجبة بكون، بس من الأحسن ليك أنك تبعدي عنه. وفعلا بدأت ناري أنها تتجنب كون وما بقتش تتعامل معاه، فكون بيلاحظ وبيروح لها وبيطلب منها ما تتعاملش معاه بالطريقة دي تاني، وفعلا بدأوا من تاني يقربوا لبعض. فبتحس ناري وقتها أن هو مهتم بيها، وبيجي بعد كده اليوم اللي هيعرض فيه الطلاب الفيديو اللي هم صوروه، وبتكون ناري هي المسؤولة عن الفيديو بتاع الفريق بتاعها، ولما بتروح علشان تجيب الفيديو من الشنطة بتاعتها مش بتلاقيه اصلا، فبترجع علشان تروح لصحابها وهي خايفه ومرعوبه ومش عارفه هتقول لهم ايه، ولكنها بتعترف قدام كل الموجودين ان الفيديو ضاع، وبتكون منهاره من العياط في الوقت ده، ولكنها بتوعدهم برضو انها هتصور فيديو جديد مكان الفيديو اللي ضاع ده. ولان الطلاب بيحبوها اصلا بداوا كلهم يساعدوها في تصوير الفيديو الجديد، وبعد ما بيخلصوا تصوير بتروح ناري علشان تديلهم الفيديو، ولكنهم كلهم بيرفضوا يتفرجوا على الفيديو، وبيقولوا لها ان ريم قدرت ان هي تلاقي الفيديو القديم خلاص، بس ناري بتزعل وبتطلب منهم يتفرجوا على الفيديو حتى ولو مش هيستخدموه لانها تعبت فيه جدا، ولكنهم بيزعقوا لها وبيعاملوها بطريقه وحشه جدا لانها اصلا سبب المشكله من الاول. فبتخرج ناري وهي زعلانه جدا، ولكنها بتقرر انها مش هتستسلم، وبتروح لاوضه المدرسين وبتقترح عليهم انهم يعملوا تصويت، وده علشان يعرفوا انهي فيديو احسن. ففعلا المدرسين بيوافقوا على كده وبيتعمل التصويت وبتكسبوا طبعا. ولما بتقعد ناري مع كون بالليل بيقول لها ان الفيديو القديم اكيد حد خباه مش هو اللي ضاع من نفسه، وعلى طول ناري بتشك في ريم اللي هي اللي لان هي اللي كانت رجعته من تاني، وما بتكونش ناري عارفه هي ريم بتعمل معاها كده ليه اصلا. علشان كده بتروح ناري تاني يوم للمدرسه وبتطلب انها تفتح تحقيق، وده علشان تعرف مين اللي سرق الفيديو. فبتروح ريم بسرعه لناري بعد كده وبتطلب منها تلغي تحقيق، ولكن ناري بتصر على رايها، وفعلا بيبدا التحقيق وبتعترف ريم انها اللي سرقت الفيديو من شنطه ناري، وبيتم معاقبه ريم هي وكل اللي اشتركوا معاها، ومن ضمنهم رئيسه الفصل اللي راحت علشان تعتذر لناري. وبعد كده بدات علاقه ناري وكون انها تبقى كويسه، وكانوا بيخرجوا مع بعض كتير. ولما بتلاحظ ميرا وسون بيقولوا لها هو اكيد كون هيشغلك عننا، بس اهم حاجه بالنسبه لنا انك تكوني مبسوطه. وتاني يوم بتروح ناري للفصل بتاع كون ومعاها الاكل المفضل بالنسبه له، ولكنها مش بتلاقيه في الفصل، وبتعرف من زميلته كمان ان هو بيقابل البنت اللي بيحبها. فبتخرج ناري بسرعه وهي زعلانه، وبتشوف في الوقت ده واقف مع ريم، فبتبدا تشك ان هو ممكن يكون بيحبها، وبتقرر ان هي تعترف بمشاعرها ليه ومش مهم اللي هيحصل. وبعد ما ريم بتمشي بتروح وبتقول له انها بتحبه فعلا، لكنه بيكون متفاجئ ومش بيرد عليها اصلا. وفي الوقت ده بنعرف ان تشان برضو معجب بناري، بس هو شايفها بتقرب من كون اكتر، علشان كده مش عايز يعترف بمشاعره ليها دلوقتي. وبتكون ميرا لاحظت الحوار ده، فبتطلب منه ما يعترفش بمشاعره ليها دلوقتي لانها بتحب حد تاني، وانه لو عمل كده هو وناري مش هيبقوا صحاب، فبيزعل تشان وبيسيبها ويمشي. وفي الوقت ده كانت ناري بتتمشى مع سون في المدرسه، ولكنهم بيشوفوا كون واقف بعيد مع صحابه، وبيجي يعدي من قدامهم وبيتعمد ان هو ما يتكلمش مع ناري، ولكن تشان بيقرر ان هو ما يستسلمش وبيروح لناري البيت بتاعها، وبيخرجوا بعد كده يقعدوا سوا، وبيحكي لها تشان عن معامله اهله الوحشه ليه، فبتقول له ناري ما يزعلش وبتتعاطف معاه قوي. وتاني يوم في المدرسه بتشوف ناري كون واقف برضه مع ريم، وده لانهم هيدخلوا الحمله الانتخابيه بتاعه المدرسه مع بعض، فبتزعل ناري جدا وبتمشي، ولكن تشان بيقابلها وبيحاول ان هو يهديها شويه وبيمسح لها دموعها كمان، بس كون بيجي وبيشوفهم وبيفكرهم بيحبوا بعض، علشان كده مش بيتدخل. وبترجع بعد كده ناري مع تشان للفصل، ولكنها بتبدأ تتعب وحرارتها بتعلى، فعلى طول بيقرر تشان ان هو يساعدها وياخدها للعيادة بتاعت المدرسة، وبيفضل بعد كده قاعد جنبها لغاية ما بيطمن انها بقت كويسة. ولما ميرا وسون بيعرفوا بيروحوا لكون بسرعة وبيقولوا له منك لله انت السبب في اللي حصل للبت، فبيحس الصراحة بالذنب ناحيتها. علشان كده لما بتخرج من المستشفى ناري بيروح لها المخبز بتاع باباها وبيعتذر لها لو كان هو السبب في اللي حصل لها، وبيسيبها وبيمشي وهو مقرر ان هم صحاب ومفيش اي حاجة بينهم، وده علشان ما يبعد يعني عن تشان لانه مفكر انها بتحبه. وكانت ناري مستغربه من تصرفه ده لانها كانت مفكراه هيعترف لها بحبه على الاقل، بس بعد كده فضلت ناري عايشه حياتها مع صحابها اللي كانوا بيحبوها جدا، حتى تشان ما اعترفلهاش بحبه وفضلوا صحاب، يعني ولا طلت كون ولا طلت تشان. حبيبتي بتفكرني بنفسي. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان اشتركوا في قناتي الثانيه على نجار 2، ولو عندكم فيسبوك تابعوا صفحتي الوحيده هناك، واكيد ما تنسوش انستغرام وتيك توك كمان. وباي، اشوفكم في فيديو جديد.